وللمزيد حول الفشل الحكومي في توظيف موارد البلاد في ظل مطالبات التوظيف مقابل الموظفين الفضائيين، ما يزيد من فشل الحكومة تفشي الفساد بين أركانها. ينضم إلينا عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر. مرحبا بك معنا دكتور سناء. أهلا وسهلا، مساء الخير ورمضان كريم لكم جميعا. حياكم الله دكتور. رغم تريليونات الدولارات المحصلة من بيع النفط، لا يزال العراق بلدا بلا دولة أو بلا مؤسسات دولة حقيقية، وهذا يثير سؤال: إلى ماذا ترجعون مثل هذا الوضع؟ هذا الوباء يرجع إلى الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. لو نحلل الميزانية العراقي والموازنة الأخيرة 87% من إيرادة النفط تذهب إلى الموازنة العامة، وأنت قلتم في تقريركم أكثر من 4 ملايين موظف، بالإضافة إلى 729 ألف توظيف جديد. القطاع العام طبعا ضخم جدا ومتضخم، بالإضافة إلى 1.5 مليون في قطاع الأمن. إذن هذه الأرقام المذهلة تشكل عبئا كبيرا على موازنة 2023. لو ننظر إلى الموازنة الجديدة 2023 لنرى أنه القطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع النقل يشكل نسبة ضئيلة جدا، وكذلك قطاعي الصناعة والزراعة. من هنا نستنتج كاقتصاديين أنه الأزمة لا زالت مستمرة، يعني لا زال هناك ضعف في تنمية قطاعات اقتصاد الوطن العراقي. طيب احنا لو ننمي قطاعي الصناعة والزراعة لتمكنا من تشغيل أيدي عاملة كبيرة جدا وكثيرة العدد، وتمكنا من القضاء على مشاكل كثيرة في تأمين المداخيل الجيدة إلى أبناء الشعب العراقي. لدينا قطاعات هي الصناعة والزراعة وقطاع المواصلات والنقل وإلى آخره والبناء تحتاج إلى أيدي عاملة كبيرة، لذلك علينا أن نوجه هذه الأيدي العاملة إلى هذه القطاعات بدل ما أن نوجهها إلى قطاعات عامة. تشوف الجهاز الإداري متضخم جدا، أكثر من 4 ملايين، يعني عندما يسمى بالقطاع بالبطالة المقنعة، يعني بإمكان أنه هذا 4 ملايين أنقصهم إلى 1.1 مليون في الجهاز الإداري، 3 ملايين أوجههم إلى قطاعي الصناعة والزراعة وإلى آخره، حتى يصبح القطاع العام قطاع ناجح كما كان سابقا. نعم تفضل. إذن دكتور، المشكلة ليست فقط في الفشل في توظيف الثروة النفطية، ولكن أيضا فشل في إدارة مؤسسات الدولة وتوظيف عدد أكبر من الحاجة. لكن دعنا في البداية نتكلم عن، وهذا ما أشارت إليه العديد من مراكز البحوث والدراسات الاقتصادية، منها يعني تقرير لمركز دراسات البحوث الاقتصادية الأمريكي، أن هناك فشل في إدارة الموارد النفطية. هذا الفشل يعني أن هناك هدر، وهذا الهدر بالمليارات يعني يذهب إلى حيث لا يعرف المواطن ولا يستفيد منها، لأنك يعني كما تفضلت الآن الأرقام في الموازنة ضعيفة فيما يتعلق بالقطاعات المهمة. نعم صحيح، هناك هدر موجود، هدر في توجيه الأموال إلى الجهات التي تحتاجها، يعني إلى القطاعات المهمة في اقتصاد الوطن العراقي التي هي قطاعات الصناعة والزراعة وقطاع البناء والتعليم والصحة. يا أخي علينا أن ننشئ جيل جديد متعلم بشكل جيد وذو صحة جيدة، ولك كيف يمكننا من الاستفادة من هذه الأجيال القادمة الجديدة؟ علينا أن ننمي قطاع التعليم قطاع الصحة حتى نتمكن من الحصول على أجيال قادمة جديدة تنهض بتنمية وتطوير اقتصاد الوطن العراقي. نعم هناك هدر في توجيه الأموال العراقية إلى القطاعات التي تحتاجها، يعني إلى مجالات استثمارية صحيحة لتنمية وتطوير قطاع الاقتصاد الوطني العراقي. نعم. مثل مجالات مثل ماذا؟ هل تضرب لنا مثال دكتور أو أمثلة على ذلك؟
الأمثلة كثيرة كما قلت عن أدينا. هل الموازنة للعام 2023 تجد أن قطاع الزراعة والصناعة أقل من 1% نسبتهم من الموازنة العامة؟ لماذا؟ هذا التوظيف طبعا في طبعا احنا نحتاج الى توظيف، لكن نحتاج الى توظيف في مجالات ضروريه وليس فقط تضخيم الجهاز الاداري. هاي مشكلتنا في العراق، بطاله مقنعه موجوده، فساد موجود مستشري، ولذلك ترى ان القطاع العام يتضخم يتضخم يتضخم، وبالتالي نحصل على انتقادات لاذعه من كثير من الناس سواء كانوا اقتصاديين او غير اقتصاديين، أنه هذا الجهاز عندك الإداري متضخم أكثر من 4 ملايين بدون فائدة. نعم نعم. طيب هذا يعني هناك ظاهرة معروفة هي الموظفين الفضائيين، كيف أثرت على هذا الوضع على واقع التوظيف وإهدار الفرص أمام الكفاءات الشابة؟ نعم أثرت بشكل كبير جدا، يعني أقصد بشكل سلبي. لو نرجع إلى الوراء في زمن الدكتور حيدر العبادي عندما كان رئيسا للوزراء، من أول تحقيق اكتشف أن هناك 50,000 موظف فضائي. يعني شنو دولة؟ يعني دولة معناتهم أنه هذه الرواتب تذهب إلى الجهات التي قامت بتعيينهم. يعني ما يعني هؤلاء هم موظفين وهميين لا يوجدون في الواقع. هذا تصور، هذا بداية أول تحليل علمي لمقدار أعيد أيدي العاملة، وجدنا أنه 50,000، هناك أكثر من 50,000، هناك يقال أنه بحدود 800,000، هاي آخر توقعات الموجودة لهؤلاء الفضائيين. إذا أنت فكر كم مليار يذهب إلى هؤلاء الفضائيين ونحن لا نستفاد منهم إطلاقا، تذهب لمن؟ للذين قاموا بتعيينهم. نعم. وهناك تضاعف كما تشير التقارير، تضاعف في عدد أعداد موظفي العراق، تضاعف 3 مرات كما تقول الإحصائيات. والقطاع العام قطاع غير منتج كما تفضلت دكتور وكما هو معروف. إذا نحن أمام معضلة، هل من الممكن إيجاد حل ما لها؟ هل هناك من هو معني في تخفيف هذه الأعباء عن البلاد وسدها؟ نعم ممكن جدا عندما نقوم، نعم ممكن جدا عندما نقوم بتوجيه الأيدي العاملة والموظفين إلى الأماكن الذين نحتاجهم فيها من أجل تنمية اقتصاد الوطن العراقي. يعني نحوله من الجهاز الإداري المتضخم إلى، أرجع مرة ثانية، قطاعات الصناعة والزراعة الذي تلام عليها الحكومة بأنها لا تدر أرباحا وسوف نغلق هذه المصانع العامة وإلى آخره. طيب حتى ممكن توجيه القطاع الخاص، القطاع الخاص يحتاج إلى أيدي عاملة. طيب أنت قوم بتوجيه الاستثمارات إلى القطاع الخاص، أعطي قروض ميسرة إلى القطاع الخاص حتى يتم استيعاب هذه الأيدي العاملة الفائضة التي نسميها إحنا البطالة المقنعة. جدا بسيطة المسألة، لكن علينا أن نقوم بتنفيذ هذه الخطط سليم وبشكل جيد جدا، وحتى لا نقوم بهدر هذه الأموال الطائلة. يعني لذلك تشوف أنت الميزانية التشغيلية هي متضخمة جدا عن الميزانية الاستثمارية. نعم. أكثر من 70% هي ميزانية تشغيلية، ولذلك عندنا عجز في الميزانية. العجز بين نأخذه من القروض الداخلية والخارجية، وكذلك من الفائض في الميزانية العامة من السنوات القادمة. إذا لو نجمع هذه الأموال ونقوم باستثمارها بشكل جيد في إيجاد مشاريع صناعية زراعية تابعة للدولة، أو كذلك نقوم بتمويل القطاع الخاص، لتمكننا من استيعاب هذه الأعداد الغفيرة من الأيدي العاملة العاطلة عن العمل، وتوجيه قسم كبير من البطالة المقنعة إلى قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي التي تحتاج إلى هذه الأيدي العاملة. نعم. شكرا لك دكتورة سناء عبد القادر الخبير الاقتصادي العراقي، كنت معنا عبر سكايب من أوسلو.